بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب الصف الثالث، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. درسنا اليوم هو درس تلاوة. سنتلو من سورة الإنسان من الآية 19 إلى الآية 25 بإذن الله تعالى. أهدافنا في هذه الحصة: أولاً أن نتلو الآيات الكريمة من سورة الإنسان تلاوة سليمة، أما ثانياً فأن نذكر معاني المفردات الواردة في هذه الآيات الكريمة. لكن في البداية عزيز الطالب، أطلب منك الآن أن تفتح كتابك على الصفحة 80 واسمع إلى هذا الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسألك الآن من خلال ما قرأت أو سمعت عن الجنة في القرآن الكريم والسنة النبوية، كيف تصف أهلها وعيشهم فيها؟ ما جوابك؟ أحسنت، أهل الجنة يعيشون في نعيم أبدا، لكن هذا النعيم مهما وصفت هذا النعيم فإنه لا يوصف. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، آمين. هيا يا بطل، افتح كتابك المدرسي على الصفحة 81 لنستمع إلى هذه التلاوة. هل أنت مستعد؟ لنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. انتبهوا لتلاوة بعض الكلمات بشكل صحيح. انتبه عزيزي الطالب إلى كلمة ثم. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت، وليس ثم رأيت، ثم رأيت. أيضا في نفس السطر مكتوب عاليهم وليس عليهم، عاليهم. وانتبه، هنا ألف قصيرة، هنا ألف قصيرة في هذه الآية، عاليهم. الكلمة الثالثة آثما أو كفورا، همزة وبعدها حرف الألف، تقرأ دائما آ آ كما هنا آثما أو كفورا. والآن لنردد خلف القارئ حتى نتقن هذه التلاوة، فالقارئ يقرأ وأنت تردد خلفه.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أدعوك لأن تسجل تلاوتك وأن تعرضها على والدك أو والدتك، وإن استطعت أن ترسلها لمعلمك فافعل ذلك. والآن انتبه إلى الكلمات التي لونت باللون الأحمر، مثلا كلمة منثورة، هذه صفة للولدان الذين يطوفون على أهل الجنة لخدمتهم، يصفهم الله بأنهم لؤلؤا منثورا، أي منتشرا متفرقا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، ثياب أهل الجنة من سندس أي من حرير رقيق لونه أخضر، إذا ثيابهم خضراء من حرير. أحسنت. من يصل لي الآن بين الكلمة ومعناها؟ ما معنى منثورة؟ أحسنت، منتشرا متفرقا، بارك الله بك. وسندس خضر واستبرق أي ثياب خضراء من حرير، ما شاء الله، بارك الله بك. والآن في ختام هذه الحصة الرائعة أدعوك عزيزي الطالب إلى حل سؤال التقييم اليومي على برنامج تيمز، وذلك بأن تقوم بتسجيل الآيات التي تلوناها بصوتك الجميل الندي وأن ترسلها إلى معلمك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.